أحمدك اللهم تعالى على ما أوليت، وأصلي وأسلم على نبيك الحبيب، وأحييكم إخوتي الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحب نسأل سؤال، لكن باش نسأله علانية بعد ما كنت نسأله نفسي، ولعله هو نفس السؤال الذي أطرح على قلوب الكثيرين وعقول الكثيرين من المسلمين اليوم. شبينا نحن هالأمة الزاهرة، الأمة العظيمة اللي عندها تاريخ، اللي تعتز بدينها وتعتز بقياداتها وتعتز برجالاتها وتعتز بإنجازاتها، شبينا هالأمة هذه اليوم احنا في آخر صف الأمم في العالم؟ شو اللي صادنا؟ اشنو السبب اللي نقعدوا كالحمص في قاع الطنجرة؟ غيرنا يصنع، غيرنا يبدع، غيرنا يقود الإنسانية ويقود الحضارة، ونحن مكتفين بالتفرج، لسنا إلا زبائن عند غيرنا. وقت اللي يحب حويجة، اللي يحب سريول نمشي نشرو من عندهم، واللي يحب صبيب تشري من عندهم، واللي يحب آلة ولا ماكينة ولا موسونوز باتوز، ولا يحب تلفزة ولا فريجيدار، ولا يحب بورتابل ولا يحب كهرباء، نمشي نشرو من عندهم. كأنهم هما ربي خلقهم باش هما يبدعوا ويصنعوا ويعلموا ويتعلموا ويشيدوا المدارس والكليات والمعاهد ويعملوا الطرقات ويسهلوا الدنيا، واحنا مكتوب علينا باش نكونوا تبعا لهم. حتى واحد منكم اسال نفسه السؤال، يا اخي انتم ما ماكمش نهار الكل وقت اللي الناس يكلموكم على الاسلام تقولوا الاسلام عظيم والاسلام قوه والاسلام عدل والاسلام استقامه، ووقت اللي يسالوكم الناس عن الدليل على ذلك، ايه شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرعى الفقراء ويرعى المساكين، وكيفاش يحلم وكيفاش يصبر وكيفاش يتحمل، وكيفاش مات على الحاف في القاعة وما كسبش من الدنيا. وشوفوا عمر بن الخطاب كيفاش كان عادل وكان يفكر في القليل والفقير والمرأة المسكينة، ويدور من بقعة لبقعة باش يقضي حاجات شعبه. وشوفوا عمر بن عبد العزيز، وشوفوا صلاح الدين الأيوبي، ومن بعد عم الحاج، من بعد يا أخويا وينو الانتاج متاعنا؟ ويني أمتنا؟ ويني قوتنا؟ ويني سطوتنا؟ ويني عزتنا؟ يا اخي شبيه، فما ناس في العالم كانوا قبل القرن ما فرقوش بين الطيارة والعصفور في السماء، فما ناس كانوا قبل القرن طب من قدام وطب من تالي يعيشوا في الغابات كيفهم كيف الحيوانات، ويفترسوهم ويفترسوهم الحيوانات. هذوما الآن ولاو قوى اقتصادية في العالم، ولاو يوليوا ويعزلوا ويبنيوا ويشيدوا ويقولوا احنا هنا، وماد إن كوريا، ماد إن سنغافور، والصناعة متاعهم معبية العالم. وإحنا الأمة اللي عندنا حضارة واللي بنينا على العلم وبنينا على الثقافة وبنينا على الاستقامة والأمن والإيمان، وعندنا يقين وعندنا تقوى وعندنا استقامة، بالإضافة إلى الجهد المطلوب منا بذله، ونعتبر وأن الصلاة عبادة والصيام عبادة والعمل عبادة والهم في سبيل العيال عبادة، وأن واجب الدين يفرض علينا باش نتعلمه ونعلمه، وأنه كما نتعلموا الكيمياء ونتعلموا الفيزياء كذلك نتعلموا ديننا، ولا فرق في ديننا بين علم يهدينا طريق المستقيم حتى نقبل على الله في الآخرة ونحن مقبولون، وعلم يقيم حياتنا الدنيا ويقومها ويتستقيم فيها، بل كلها فروض فيها ما هو فرض كفاية وفيها ما فرض عين. وأن الأمة آثمة إذا كان ما صنعتش، الأمة آثمة إذا كان ما تعلمتش، الأمة آثمة إذا كان ما نماتش طاقاتها وقدراتها. إشبينا مع هذا الكل، مع العقيدة اللي عندنا وإحنا في قاع الطنجرة؟ إشبينا متخلفين متأخرين؟ ما سألتوش أرواحكم؟ اسألوا أرواحكم وحركوا قلوب أبنائكم باش ننهض النهضة الإسلامية اللي من شأنها أن ترفع عنا عار مد اليد للغير. راو اليد العليا خير من اليد السفلى، والأمة اللي تنتج خير من الأمة اللي تستهلك وما تنتجش، والأمة العزيزة هي الأمة التي تبذل للبشرية جهدا تنفع به الناس وتنفع به نفسها. رمضان اليوم يفرض علينا باش نفكروا في هذه القضية، لأن رمضان بقدر ما كان شهر صلاة وكان شهر صيام كان شهر فتوحات كذلك. جل الفتوحات الإسلامية العظيمة في تاريخنا تمت في شهر رمضان، ولعل التاريخ ولعل إرادة ربي قررت أن ندرك بأن رمضان بما يبعثه فينا من نفس جديدة
وروح قويمة يشحذها بقدر ما يجعلنا قادرين على أن نجابه الصعاب ونتحداها. مستقبلنا قدامنا إذا كان حبينا. أمتنا ممكن تولي أمة قوية وأمة عظيمة بإرادة منا ورغبة منا. تحبوا يا ناس ولا ما تحبوش، هذه قضية اختيار الشعوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.